كل عام وانتم بخير ويعيد على الشعب العراقي والأمة الإسلامية بالخير والرفاه. أمنيتنا أنه العراقي ينعم بالسلام والمحبة والوئام، وإن شاء الله تمنياتنا كلها خير وتفاؤل وبالخير تجدوه. بنا باران در ماهای قمری نگفتن یک بیستونوان بگیرید امو سواب ما شاهد یک صحنه دیگه هستیم به خیر افغانستان که او تفرکای ما را که طالب ها و یا هر کسی دیگه که پشت سر اونا هست که به انتحاری شدن مجبور کرده بودن و فریب داده بودن و اونا خود به ابتکار خود تفرکا نجات دادن. استاد گرامی رئیس کمیسیون صلح افغانستان اینجا تشریف دارن، معاون صاحبای ما طرف تشریف دارن، بزرگای وطن تشریف دارن، علمای کرام دین تشریف دارن، قضات استر محکمه افغانستان تشریف دارن، تمام خوجستگان و بزرگان دینی و علمی و وطنی کشور وجود دارن، حضور دارن. استاد گرامی را خواهش میکنیم که اگر لطف کنن که اونا را آزاد کنن. الله اکبر، الله اکبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سقط القذافي. والله هيك احنا اول مره نصلي في ميدان التحرير صلاة العيد، وفضل ربنا حاسين بفرحة كبيرة جدا وحاسين بحرية وانطلاق، والحمد لله هو عيد مبارك من غير مبارك. الله أكبر. إن شاء الله بالقانون بدنا نحاكمه، بدنا نجيبه ونحاسبه، وإن شاء الله بعد إذن كل الوطن السوري إن شاء الله وإذن كل المحافظة السورية بدنا نعدمه إن شاء الله بحماه. سمي نفسه حرب الحسن أبو سليمان نسبة إلى سليمان. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبير. أجمع الله. This national project of ours is destined to get us to where we really want to be in short order, inshallah, to be able to live as free people in a country of our own. When all of the territories occupied in 1967, Gaza Strip, West Bank, with East Jerusalem as its capital, that's what we're looking for. So many happy returns, and inshallah, we all will meet under this state, with the dream having been fulfilled at the heart of it all in Jerusalem. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقعنا مصالحة بيننا وبين أبناء شعبنا الفلسطيني، وإذ تسير هذه المصالحة ببطء وبطء شديد. نعم، ببطء وبطء شديد، لسبب أو لآخر لست بصدد الحديث عنه في يوم عيدنا، ولكننا نقول سنمضي بإذن الله نحو تحقيق هذه المصالحة
على أسس صحيحة وثوابت واضحة وخيارات مركزة لا تنازل فيها عن ثابت من ثوابت هذا الشعب ولا خيار المقاومة والصمود. سبقتك برسالة، سبقتك جهاد.